السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تصبح عبقريا؟ هثبت لك في الحلقة دي ان هي مش موهبة، ما بتتولدش بيها، محدش بيديها لك، انت بمزاجك تقدر تصبح عبقري في اي شيء. حلقة مهمة قوي، هدية مني للمتابعين اللي لسه بيبتدوا حياتهم، ازاي تصبح شخص يشار اليك بالبنان وتصبح يقولوا عليك انت عبقري. حلقة جديدة نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم. اهلا بيكم. بيجيلي تعليقات كتيرة قوي، وخصوصا في فكر تاني، يا دكتور انت عبقري. طبعا يعني انا باخد الكلمة دي وببقى عارف جوايا انا عبقري ولا لا. اول حاجة قبل ما ابتدي في 1 2 3 كيف تصبح عبقريا، دايما خليك متواضع، دايما خليك قريب من الناس. مهما تنجح ومهما توصل فلوس او جاه او عيلة او منصب او، دايما خليك متواضع. احنا اكبر الناس اللي بيواجهونا انه ما بيتغيروش، مش عاوزين يبقوا احسن، مش عاوزين حتى يعترفوا بالطب الوظيفي او الهوليستيك بالنسبة للدكاترة المجال اللي انا شغال فيه، عشان عندهم غرور. انا خريج طب، انا محدش يعلق عليا، انا عارف احسن حاجة، انا شايف مصلحة الناس، وا 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 وا. فبليز مهما تاخدك الدنيا دايما تواضع، لان هي اخرتها معروفة، يعني متر في متر، مش هقلبها حزن ونكد. ندخل في الموضوع، كيف تصبح عبقريا. اول حاجة، فيه مقولة معروفة قوي: If you open mind of any genius you will find our neglected thoughts. يعني ايه؟ بكلمنا عربي يا دكتور، هنسيبك ونمشي. يعني لو انت فتحت دماغ اي واحد عبقري، هتلاقي فيه الافكار اللي جات لك وانت اهملتها. بالبلدي كده، لما تجيلك فكرة انت ممكن تبقى مليونير، راحت فين؟ لو جات لك فكرة وانت سواق على تاكسي تبقى عندك اسطور، راحت فين؟ لو انت جات لك فكرة يبقى عندك عضلات بطن وجسمك مشدود وانت حاليا 150 كيلو، راحت فين؟ لو انت جات لك فكرة انك تسكن في بيت جميل او تسافر بلد جميل او يبقى عندك قدر من اي حاجة في اي مجال، الفكرة دي راحت فين؟ اتدفنت تحت الظروف، اتدفنت عشان بلدك، اتدفنت عشان بيقولوا لك ما ينفعش، اتدفنت عشان انت بتكسل. ولكن الناس اللي خدوا الفكرة دي ومسكوا فيها وجريوا وراها بقوا جينيوس او بقوا عبقرة في المجالات المختلفة. دي النقطة الاولانية عشان تبقى عبقري. النقطة التانية، تقدير الذاتي لنفسك بتجيبه منين؟ انت عارف قيمتك ازاي؟ من الناس بيقولوا لك ايه؟ رصيدك في البنك؟ من اللبس اللي انت لابسه؟ من الساعة الغالية؟ من الموبايل؟ قيمتك فين؟ قيمتك بتجيبها منين؟ طول ما انت قيمتك مش من جواك كبني ادم، عمرك ما هتبقى عبقري في اي حاجة. لازم تعرف ان كلام الناس مش هيهم، فهتقفل باب خوف الفشل وخوف الناس تتريق وخوف انه يقف قصادي وخوف وخوف وخوف. تعرف قيمتك مش في المحيط اللي انت فيه، هتقفل باب ان انت في بلد فقيرة او في عيلة فقيرة او ظروفك صعبة او 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 او. تقديرك الذاتي في السماء يعني تجيبه من نفسك. انا عارف قيمتي، انا مش محتاج اثبت لنفسي قيمتي، انا عارف ان ربنا كرمني، انا عارف ان ربنا هيديني، انا متأكد اني استحق افضل، انا متأكد ان انا لازم ابقى مع ناس احسن وبكرة في مستوى اعلى وثقافة اعلى وصحة افضل. واوا تقديرك الذاتي بتجيبه منين؟ احد اهم صفات العبقرة. ما يهموش كلام الناس، قالوا ده وحش او حلو، ما يهمنيش البلد دي فقيرة ولا غنية، ما يهمنيش الوظيفة متواضعة او يعني راجل سي او في احسن شركة في العالم. تقديرك الذاتي مفيش حد يدهولك. وقدر نفسك وحب نفسك جدا، وارجع زي ما قلت 100 مرة اقف في المراية، انت تستحق افضل من كده. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، التعليم المستمر. وما ادراكم ايه هو التعليم المستمر؟ لو انت ما بتعلمش باستمرار، لو انت حسيت ان انت وصلت لدرجة معينة من العلم، عارف كل حاجة، انت وصلت للمجال ده لاخره، صدقني انت ابتديت تبقى من اكثر الناس جهلا. لغاية دلوقتي انا عن نفسي هذه الايام من ايام كورونا قدمت ان انا اخد دبلومة هوليستيك كوتش، يعني اعلم الناس الهوليستيك ميديسن. انت ايه في مجالك؟ اي حد عبقري، احمد ابن حنبل اعتقد او الامام مالك، مش عارف مين بالظبط اللي قال: من قرأ 3 كتب في مسألة
أصبح عالما فيها أو عالما بها. لو أنت في أي حاجة في الكون قريت فيها 3 كتب هتبقى شاطر فيها. لو أنت في أي مجال قريته، الحمد لله دلوقتي التعليم على النت واليوتيوب مليان والكتب بتنزل أونلاين، ومفيش أسهل من التعليم دلوقتي. عشان تبقى عبقري في مجال اتعلمه كتير، اقرأ فيه كتير، اسمع فيه كتير، ناقش فيه كتير، شوف أوله وآخره وآخر الأبحاث إيه، هتبقى عبقري حتى لو بعيد عن دراستك. حتى لو أنت مهندس ممكن تبقى عبقري في التصوير، لو أنا دكتور ممكن أبقى عبقري في الجيم، أبقى عبقري في صنع الكيتو بسكويت. قريب حلقة غذائك دوائك هعمل لكم بسكويت كيتو وهناكل لما نشبع. مادام أنت بتذاكر الحاجة وشاطر فيها وبتتعلم باستمرار، تأكد أنك هتبقى عبقري. مش أنت خدت الكلية ده آخر تعليمك، بعد كده جرايد وماتشات، لا يمكن تبقى عبقري. اتعلم بزيادة، تعليمك المستمر في هذا المجال سوف تصبح عبقريا. الحاجة الرابعة، انت محيطك مين؟ اصحابك شكلهم ايه؟ اللي انت حواليهم دول ايه؟ دول علماء؟ دول ناجحين؟ دول بيزودوا ثقافتهم وبيزودوا امكانياتهم وفي رحلة البحث عن الافضل كل يوم، ولا ناس قاعدة على القهوة، وناس قاعدة قدام التلفزيون، وناس قاعدة تنتقد الناجحين، وناس بتضيع وقتها على السرير وقدام التلفزيون والموبايل؟ انت حواليك مين؟ بالبلدي كده، حط ثمار في طينة تطلع شجرة، حط ثمار في مية هتموت. بالبلدي كده، انت عيش في بيت هتعيش، حط نفسك في فريزر هتموت. فانت البيئة بتاعتك ايه؟ دلوقتي ما في اسهل من انك تتعرف على ناس ناجحة، ناس بيهتموا بشيء معين. هتلاقي صفحات على انستجرام، في اليوتيوب، في الفيسبوك، مجتمع بيتكلم على الصحة. فضل ربنا عملنا مجتمع اكتر من 3 مليون يهتموا بصحتهم، فهنبقى كلنا عبقرة صحة. بنكلم حتى اللي مش خريج طب بيتكلم مع الدكتور وفاهم بيقول ايه، فاهم جسمه بيعمل ايه، فاهم جسمه بيقول له ايه. ما هي دي، انت بقيت عبقري. مبروك مبروك، انت بقيت عبقري. فكر تاني، هم اتعلموا طب؟ لا، بس حاط نفسه بناس مهتمة بهذا الموضوع، ناس ليها احلام وافكار وذو قيمة. فانت سهل قوي تبقى عبقري لو قعدت في مجتمع الناجحين. النقطة الخامسة والاخيرة، لا تتعجل العبقرية. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني اوعى تستعجل النتيجة، اوعى تطلب السلعة قبل ان تدفع الثمن. زي ناس كتيرة يشوفوا حلقة الضغط بتاعتي يقوموا سايبين الدواء، تحصل له مصايب سودة. حضرتك ترك الدواء دي جائزة لا يأخذها الا من دفع الثمن. ايه الثمن اللي بتدفعه عشان تسيب الدواء؟ انك تعيش صح وتاكل صح وتتعلم صح وتنام صح وتتنفس صح وتاخد المعادن والفيتامينات المناسبه، فدي جايزتك تبقى صحيح بدون ادويه. كذلك العبقريه، عاوز تحصل على العبقريه ادفع الثمن واصبر. الثمن عرق وتعليم مستمر وانك تقف وتقوم وانك تغلط كتير. انا لم اتعلم من نجاحاتي، انا تعلمت من كثره انا عملت بلاوي. أقسم بالله يعني عملت مصايب في الدنيا دي قبل ما أوصل لهذا العقل أو هذا الفكر. أنتوا تعرفوا كريم علي من بعد 35، حد يعرف قبل سن 35 أنا كنت فين؟ مصايب اسأل أمي. يعني ربنا أمر بالستر. نرجع للموضوع، لو غلطت كتير وانت صغير طبعا، يعني يا رب يعني ما حدش عايزك يغلط، وانا فاتح القناه دي عشان اوفر عليك غلطات واوفر عليك خبرات واوفر عليك كلام هيتقال لك واوفر عليك عقبات. فعلى قد ما تقدر، بس لازم تغلط، لازم تاخد الدرس بتاع حياتك انت. فانت لما تغلط كتير تتعلم كتير، تاخد خبره كتير، فبعد كده ما تغلطش، بعد كده تبقى تثقل دماغك، تثقل خبراتك، يبقى عندك تاريخ تقدر تعرف منه الصح والغلط. فما تستعجلش، اوعى تطلب النجاح قبل وقته، لان النجاح حمل. لو الحمل جالك وانت مش مستعد له هتقع وهيطير منك النجاح. اوعى تطلب ان يبقى عندك جسمك عضلات قد كده من اول شهر، قلبك مش هيتحمل واعصابك مش هتتحمل ومصاريفك مش هتتحمل وعضلاتك مش هتتحمل. فمن فضل ربنا انه عمل لنا البطء الشديد في العضلات، البطء في ان انا اجيب صحتي تاني، البطء ان انا ابقى مليونير، البطء ان ابقى ناجح. لان الحمل ده عاوز تدريب، التدريب هو اخطائك، التدريب عدم استعجالك، الصبر، مارس الصبر.
مارس انك تقع وتقوم، مارس انك تحكم نفسك، مارس انك ما تتأثرش بالمحيط الخارجي، مارس 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 وابريل لغاية الصبح. وصلت؟ فانت اوعى تستعجل، الخير جاي لما تبقى مستعدله، نجاحك التقيل جاي لما تبقى أقوى، حلمك هتمسكه في إيدك لما تبقى قد حلمك. الناس اللي جالها اللوتري وكسبوا 3 مليون دولار ليه 99% في خلال سنتين بيرجعوا يشحتوا تاني؟ لأنه جاله فجأة، الحمل جاله فجأة. فأنت أي حاجة هتجيلك فجأة هتروح بالراحة بسهولة خالص، أي حاجة جت بجهد وعرق وصبر هتجيلك وتفضل معاك وتعرف في قيمتها، وأهم من كله تعرف تحافظ عليها. النجاح صعب، لو انتوا عاوزين قولولي في التعليقات ما بعد النجاح تحافظ على النجاح ازاي، تزود نجاحاتك ازاي، لان انا بقالي سنتين بتكلم ازاي تبتدي الخطوة الاولى وازاي تعدي الصعاب، فمش عارف في حد منكم وصل ولا انا بقول ايه هسيبكم وامشي في الاخر. فخلاصة الموضوع، اعمل اللي انا قلته النهاردة هتبقى عبقري في مجالك، عبقري في محيطك، عبقري في عيلتك، والعبقرية تبقى ماسكها في ايدك، ولما الناس يقولوا لك كده ده انت عبقري، تعرف ان هو مش موهبة انت جاي بيها، ده تعب وجهد وتعليم مستمر ويقين في ربنا ويقين انك تستاهل افضل، وانك ما بتسيبش الافكار تيجي في دماغك وتطير، لان الافكار بتيجي بسبب، لو انت سبتها يبقى انت مش عبقري. شكرا ليكم، يا رب تبقى حلقة يعني مفيدة للشباب الصغير او الشباب الكبير، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم، باي.